بسم الله. برنامج اي سي مي كات كونفرتر. البرنامج ده فيه مزايا كتير جدا. اول حاجه ان هو بيسمح لي باستعراض الملفات، تمام؟ لو انا ما عنديش اوتوكاد وعايز استعرض ملفات فهو بيتيح لي الخاصيه ديت، تمام. تاني حاجه ان هو بيعمل لي كونفرتر، يعني ممكن احول دوت لدي اكس اف او صوره او بي دي اف زي ما انا عايز، تمام. ممكن اعمل له اكسبورت حاجه اللي انا عايزها، سواء بي دي اف سواء اي حاجه انا عايزها، تمام. في خاصيه جميله جدا موجود ريكفري اي ترانسميت. احسن خاصيه عجبتني الصراحه ان انا ممكن اديله مثلا 100 ملف يروحهم حولهم كلهم مره واحده. يعني عندي ملفات كتير عايز احولها البي دي اف، تمام، او صوره، او عايز احولها للدي اكس اف، او عايز اي حاجه، بختار من باتش كونفرت اختار الحاجه اللي انا عايزها واضيف مثلا ايه 20 ملف اوبي، تمام، واشوفهم عايز احطهم فين مثلا على الجي، تمام. بقول مثلا حولهم لي كلهم بي دي اف، حولهم لي. طب انا عايز تحول بي دي اف اللي هو اللي اوت، او عايز الموديل، او عايز كل اللي اوت، هو بيعمل الموضوع ده كله مره واحده. فدي خاصيه من اجمل الخواص اللي الواحد شافها في البرنامج دوت، وتقريبا ما تلاقيش برنامج بيدي نفس الخواص الجامده ديت. زي ده انا ممكن اقول مثلا انا عايز دي اكس اف 2000، لا دي اكس اف 2007، دي اكس اف 2004. ف شايف ان هو برنامج كويس جدا وخفيف وسريع وهيأدي المهام اللي احنا بنحتاجها كتير. عمرو سليم.